المنجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. تراجع أسعار خامي البصرة الثقيل والمتوسط على الرغم من الارتفاع العالمي في أسعار النفط، وانخفضت أسعار خامي البصرة الثقيل بمقدار $1.42 ليصل إلى $74.19 للبرميل، كما شهدت أسعار خام البصرة المتوسط انخفاضا بنفس المقدار ليصل سعر البرميل إلى $77.19. يأتي هذا التراجع في أسعار خام البصرة على الرغم من ارتفاع أسعار النفط العالمي بعد جلستين من الخسائر. أفاد تقرير لمجلة ميدا البريطانية بأن 3 دول بينها العراق كانت الأعلى توقيعاً للعقود الاستثمارية لشهر تموز الماضي، وذكرت المجلة أن السعودية احتلت المرتبة الأولى بأعلى الدول العربية بتوقيع العقود الاستثمارية بقيمة $14 مليار، وجاءت الإمارات ثانياً حيث وقعت عقوداً بقيمة $4.2 مليارات، فيما جاء العراق ثالثاً بتوقيعه عقوداً استثمارية بقيمة $2.5 مليارات. أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ارتفاعاً في الصادرات المصرية إلى العراق منذ بداية العام الحالي، ورصدت بيانات الجهاز وصول إجمالي الصادرات المصرية إلى العراق لمستوى 308,553,000 في الفترة الممتدة من كانون الأول وحتى شهر أيار الماضي، حيث بلغت ارتفاعا وصل إلى $274,073,000 في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت $34,480,000. قال صندوق النقد الدولي أنه خفف عدة شروط في حزمة الدعم المالي البالغة $8 مليارات لمصر، بما في ذلك السماح للقاهرة بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات. واتفقت مصر والصندوق على حزمة في عام 2022، لكن الصندوق أرجع صرف الدفعات عدة مرات بحجة عدم وفاء مصر بالشروط، خاصة الالتزام بمرونة سعر الصرف، وتنطوي هذه المراجعة الجديدة على تخفيف لبعض معايير الصندوق. ارتفعت صادرات تركيا بمقدار 13.8% في شهر تموز الماضي مقارنة بالشهر السابق له، لتصل قيمتها إلى $22.510 مليون. وأظهرت البيانات تراجع الواردات بنسبة 7.8% في الماضي مقارنة بالشهر السابق له، مسجلة $29.805 مليارات. وانخفض العجز التجاري الخارجي في شهر تموز بمقدار 41.8% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023، ليبلغ $7.295 مليون. إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن. ختام الموجز إلى اللقاء.